إنها صورة الصباح في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة. زرع الدمار هنا عبر صواريخ إسرائيلية أحالت البيوت إلى ركام وغبار. إنه قدر الفلسطينيين في ظل الاحتلال، يقول أهل المخيم. منهم من يموت واقفا لا يقوى على الحياة، تقول هذه السيدة واصفة حال قلبها. كل يوم هم مهدين الدور على هالناس، كل يوم كل يوم، والله زهقنا، والله زهقنا، والله قربنا عشتنا، والله أنا واحد من الناس عايش هيك، الجس اللي عايش أنا ميتة. لا يملك هذا الشاب سوى بعضا من المشاعر ليواسي بها والدته بعد أن دمر بيتهم. فيش هيك بنص ساعة فجأة لقينا الدار قايمة قاعدة، صرت ألقط في أولادي يمين وشمال يمين وشمال، والنار التهبت الدار، وسحبت حالي وأخذت أولادي باللي تفهموا، لقيت الجامع واقع والحارة كلها واقع، أخذت أولادي دخلتهم في دار جيراننا، وفي شهداء عن دار جيراننا، دار موسى، والحمد لله رب العالمين. التصقت بيوت المخيم ببعضها أكثر بعد الدمار، فهي لم تقوى على الصمود أمام الطائرات الإسرائيلية المقاتلة التي استهدفت بشكل مباشر هذا المسجد ودمرته كاملاً مع المنازل المحيطة به، والتي سقطت فوق رؤوس أصحابها وهم نيام. هذه السيدة العجوز فقدت أبنائها تحت الركام، وهذه الأم فقدت ابنتها الصغرى ووحدها الدموع، من تروي حجم المأساة. وهي كانت نايمة، وهي نايمة كل الدار انهدت، ودار صيد كانوا نايمين، هما جالهم اصابات بس، اما هي ماتت. قصفت اسرائيل المخيم فجرا دون سابق انذار، هكذا يقول اهل المخيم. احنا نايمين هنا كنا في امان الله، انا واولادي وبناتي، وما شفنا الا الاشي بخبط ورا بعض، ومن غير ولا تحذير ولا اشي، وما شفنا كل اشي نزل علينا، الحجار والحديد وهذا، والحمد لله طلعنا سالمين غانمين. استهداف يظهر تحلل الاحتلال من اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حماية المدنيين أثناء الحروب. قد تعمر هذه البيوت، لكن من يعمر القلوب؟ فالتداعيات النفسية أشد وطأة على السكان أيضا. إنها إذن حياة البؤس والشقاء في ظل الحرب والحصار. نيفين سليم، الغد، من مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.